اختي اخواتاتي، كنتمنى نكون خفيفه على قلبكم وانا معكم جديده في اليوتيوب، وغندير لكم واحد الاكله ديال البطي العشيه خفيفه مع البطبوطي. انا كندير له اللبن والسميده كندورهم في المونينيك، ساعات كنخلطهم بالفورس. كنتمنىكم تابوناو معايا، تكون خفيفه على قلبكم، نكون حنا في صوت الظن ديالكم. شكرا لكم وعلى بركه الله. نبدا بطريقه التحضير. نجيبو مونينيكس ديالنا، نديرو كاس اللبن، نديرو الملحة، نديرو خميرة المعجونة معلقة كبيرة، خميرة ديال البطاطا حمرا، بيكربونات 8 غرام، ونديرو زلافة عندنا كاس أونص ديال السميدة، ونديرو كاس ديال الماء دافي، ونخلطو الخليط ديالنا. ديالنا لما كفاناش سميتو غادي نزيدو الفرص. نغطيوه شويه خاص باش نبداو نضيفكو فيه. دابا حنا جمعنا العجينه ديالنا، ونستمروا فيها كذلك مزيان ونوليو عندكم. دابا انتم اختي منين عجنناها مزيان دلكناها مزيان العجينه انتم كي رجعات، دابا خليناها نخليوها ترتاح شويه ونرجعوا معكم باش تشوفوا عاوتاني طريقه. دابا بعد ما اختارنا العجينه ديالنا نحيدو منها الهواء، غادي نبداو نشدو، نديرو الحجم متوسط. انا بغيتو متوسط، نتوما على حساب الطوق، بغيتو تصغرو بغيتو تكبرو. كيجي خفيف وفي البلاصه تيوجد، ما كاملاش نص ساعه تيوجد لك، كيجي خفيف يجيك الطيف في البلاصه توجديه. ايوا نكون ان شاء الله عند حسن الظن ديالكم، يكون هادشي كيعجبكم، ومازال ان شاء الله نعطيكم المزيد من الشهيوات. نتمنى غير نكون خفيفه على قلوبكم، وهادشي اللي كاين. بعد ما خسمرات لنا العجينه ديالنا، دابا غندوزو مرحله. دابا بعد ما درنا في المقيله ديالنا نتوما شفتو كي كيتبوق، يجي زوي ومنفشفش. غنقلبو وان شاء الله نوريكم النهائيات ديالو، ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. درك عليكم ديالنا، نتمنى يعجبكم ويجيكم خفيف، وكنزوقو هكا بالعسل. ندورو هكا بالعسل، اللي بغا يزيد يغمس فيها يغمس فيها، بغا يدير الزيت البلدية
اللي ما كيبغيش الحلاوه يدير زيت البلديه زيت العود كتجي حتى هي زوينه. وهانتوما كي كيجي زعما هانتوما كيجي متماسك بحال السفنج صدق. اللبن تيزيدو كيعطي واحد المذاق زوين ونتمنى تجربوه وما تندموش عليه ان شاء الله. وبصحتكم وراحتكم.